والله من الأسعار غالي كتير، وهون بالبالي يعني بنلاقي أرخص شوي، يعني ما إنه ما خرج إنه الواحد يشتري، ما في المادة القوية إنه نقدر نشتري جديد، ما بنقدر يعني البالي يعني نلاقي أسعار منيحة، وعندنا أولاد كتير وهيك هيك يعني. هلا اليوم عم نشهد نحن اقبال كبير من النازحين ومن الفقراء من المهجرين، عم نشهد يعني عم بيجي اقبال كبير على البالي. ليش بدي يكسوا حالهم؟ لانه ما بقى يعني ما بقى لهم قدره الجديد. اليوم عم نشوف نحن الفقير والنازح والفقير كله عم يجي بياخذ البالي، لانه اسعار بالنار بالسوق. اليوم رب المنزل بس بدي يكسي اولاده، بدي يلبس اولاده، ما بقى لهم يعني ما بقى مفتكر انه بدي يلبسهم ما يلبسهم، خلاص مهم بدي يلبس اولادهم من البالي لانه اقل كلفه. نحن اليوم اغلى قطعه عنا ما تعادل انه 10% من اسعار السوق. يعني عم نشهد كتير عالم، وعم تيجي لعنا عالم كتير، والحمد لله رب العالمين. يعني رجعت البالي مثل ما كانت اول. ليش؟ بسبب غلاء الاسعار عن اسعار الجديد. وان شاء الله هذا عيد خير علينا وعليكم، وكل عام وانتم بخير.